ينضم إلينا من القاهرة الكاتب الصحفي الأستاذ خالد داود، مدير تحرير الأهرام ويكلي. أستاذ خالد مساء الخير، أهلا بك. يعني لا أعلم إن كنت تسمع ما قدمناه من معلومات قبل قليل، وهذا الدمار والخراب يعني حقيقة هي معلومات صادمة من المؤسسات الأممية. الأمم المتحدة تقول بأن عملية إزالة المخلفات في غزة قد تستغرق 14 عاما، نتحدث عن 37 مليون طن من الركام، نتحدث عن سنوات لإزالة الألغام التي لم تنفجر والقنابل التي لم تنفجر. كيف ترى هذا المشهد؟ يعني مساء الخير أولا، وطبعا مشهد مأساوي بكل تأكيد، ويعني كما وصف العديد من الراقبين أن الحرب التي تدور في غزة منذ ما يقترب من 7 شهور الآن ربما هي الأعنف على الإطلاق منذ الحرب العالمية الثانية. ونتحدث عن مقارنات بدريسدن في ألمانيا عندما قام الحلفاء يعني محو هذه المدينة من على الأرض، وفي إطار يعني الحرب التي كان يشنها الحلفاء ضد الجيش الألماني والنازيين في ذلك الوقت. فبالتالي يعني نحن نتحدث عن مأساة حقيقية، وأعتقد أن هي يعني ببساطة حملة انتقامية من جيش عدواني يرتكب جريمة إبادة جماعية. وفي الواقع أنا يعني أستاذ عمرو بجد صعوبة كبيرة حتى في وصفها بالحرب، لأنه عمليا هو عدوان من قبل الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، لأن في نهاية الأمر لا يمكن مطلقا مقارنة ما يمتلكه الجيش الإسرائيلي من إمكانيات، طائرات، دبابات، سفن. يتم استخدام كل هذه الوسائل من أجل يعني تسوية قطاع غزة بالأرض، وبالتالي يترتب على ذلك طبعا مثل هذه الكوارث اللي حضرتك تحدثت عنها، وطبعا يعني فوق كل ذلك الكارثة البشرية. نتحدث الآن نقترب كأنه عداد لا يتوقف عن العد بسرعة من 35,000 شهيد، نتحدث عن ما يزيد عن 10,000 ما يزالوا تحت الأنقاض. يعني هؤلاء العشرة آلاف الذين ما زالوا تحت الأنقاض، قرأنا أيضا من منظمة الصحة العالمية أن تحلل هذه الجثث من الشهداء يهدد بانتشار الأمراض. فيعني مأساة بكل المقاييس، ويعني يفوق أي وصف. و70,000 مصاب في هذه الحالة. بالضبط يعني أعتقد أن احنا نقترب عمليا من 80,000 مصاب، ووفقا للرئيس محمود عباس يعني الإجمالي القتلى والشهداء يقترب الآن ويفوق يعني 150,000 ما بين جريح وشهيد، ويعني وكل هذه الأمور. وطبعا يجب كل مرة أن نذكر أن من بين هؤلاء الشهداء يعني ثلثيهم من الأطفال والنساء، فهذه جريمة يعني لا تغتفر. وربما هذا هو ما يبرر ما يتداول مؤخرا من تقارير بشأن نية المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي من إصدار مذكرات اعتقال ليس ضد يعني مسؤولين صغار، ولكن نتحدث الآن عن نتنياهو، نتحدث عن جالنت، يعني نتحدث عن رئيس الأركان هاليفي. هؤلاء هم المهددون الآن من الملاحقة من قبل المحكمة الجنائية الدولية، تماما كما صدر قرار مماثل بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رغم يعني أن في النهاية بغض النظر عن موقفنا من الحرب الروسية الأوكرانية، حجم ما ارتكب في أوكرانيا من فظائع لا يمكن مقارنته بما تم ارتكابه طيب في غزة. كيف تقيم الرد الأمريكي على هذه المعلومات بشأن التحقيقات في جرائم الحرب ضد المسؤولين الإسرائيليين؟ الولايات المتحدة والبيت الأبيض وجهوا تحذيرات شديدة اللهجة للمحكمة الجنائية الدولية، كيف ترى هذه الخطوة؟ يعني شوف حضرتك، احنا منذ البداية بنقول ان الولايات المتحدة شريك في جريمة العدوان وجريمة الإبادة الجماعية التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني في غزة. وبالتالي يعني نحن نشهد ايضا من الكونغرس يعني من مجلس النواب على وجه التحديد تهديد مباشر، كأن يعني محكمة الجنائية الدولية رغم أن الولايات المتحدة ليس عضوا فيها وإسرائيل ليس عضوا فيها، فنشهد تهديدات بملاحقة القضاء وملاحقة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في نوع من العنجهية، يعني لا يمكن يعني القبول به بأي شكل من الأشكال. وبالتالي يعني ونرى أيضا كل ما يحدث في الولايات المتحدة، كنت أقرأ قبل قليل أن عدد الطلبة الذين تم اعتقالهم حتى الآن على مدى الأسبوعين الماضيين منذ بدء المظاهرات الداعمة لقطاع غزة تجاوز 1200 طالب، ويعني ضغوط شديدة من كبار الممولين لهذه الجماعات بسحب تمويلهم إذا لم تتوقف هذه المظاهرات
فبالتالي رد الفعل الأمريكي بصراحة رد مخزي ويؤكد هذه الشراكة، وكل ما نسمعه من كلام معسول من بلينكن يصور الأمر وكأن كل ما يحتاجه الشعب الفلسطيني هو المساعدات الغذائية. يتحدث عن فتح ممر جديد تدخل من خلاله الشاحنات من الأردن إلى شمال قطاع غزة عبر معبر أرس، يتحدث عن هذا الميناء سيكون تشغيله معقد للغاية ويتكلف يعني ملايين الدولارات، بينما يمكن ببساطة أن نطالب الجانب الإسرائيلي بفتح المعابر والسماح بدخول هذه يعني المئات من الشاحنات التي تتكدس على الجانب المصري. فلكل هذه الأسباب وطبعا فوق كل ذلك وأهم من كل ذلك كم الأسلحة التي تقوم الولايات المتحدة بتوفيرها للجانب الإسرائيلي، ومؤخرا هذا المبلغ الضخم الذي تم إقراره لتوفير المزيد من السلاح إلى الإسرائيليين. وطبعا كذلك نسمع دائما من السيد بلينكن، وأنا كنت أقرأ في أحد الصحف الأمريكية كأنه أحد تجار البازار في كل مرة، يقول أن الضغط يجب أن يكون على حماس، أن العرض الذي تقدمه إسرائيل هو عرض رائع وهي فرصة ذهبية، ولا يتحدث مطلقا عن مسؤولية إسرائيل والجرائم التي ترتكبها إسرائيل، بل على العكس نسمع من المتحدث بالخارجية باسم الخارجية، المتحدث باسم وزارة الدفاع، أنه لا يوجد لديهم أدلة تشير إلى ارتكاب إسرائيل إلى جرائم حرب، وهذا هو ما يشجع إسرائيل على الاستمرار في هذه الجرائم إلى جانب سلسلة القرارات النقد الفيتو الذي تم استخدام أو التي تم استخدامها في مجلس الأمن، وعدم الاهتمام بتطبيق قرارات مجلس الأمن التي دعت مؤخرا. طيب ما الحل أستاذ خالد؟ يعني ما الحل؟ يعني وأنت تتحدث يعني نحن نعرض عدد من الفيديوهات للكاميرات وهي تتجول في مدن قطاع غزة، يعني دائما ما نسمع عن مصطلح مدن الأشباح، ولكن هذه الفيديوهات فعلا هي تنقل لنا هذا المصطلح على الأرض، مدن أشباح. لا يمكن أن تكون هذه مدن سيسكن فيها بشر حتى وإن عاد النازحون، إلى أين سيعودون؟ السؤال ما وكيف سيتم إنهاء هذه المأساة؟ لا يعني المشكلة أستاذ عمرو، يعني وزي ما حضرتك بتقول هي مدن أشباح ومن المستحيل العودة إليها، وفي نفس الوقت نستمع إلى كل هذه التهديدات يعني يعني المستهترة من قبل نتنياهو بالاقتراب وبالإصرار على اجتياح رفح، كأنه هناك يعني خطة يعني ممنهجة لتدمير كل قطاع غزة. يعني حتى حينما يتحدثون عن أو يتحدث الجانب الإسرائيلي ونتنياهو تحديدا أنه قد بدأ بالفعل إجلاء السكان من مدينة رفح إلى مناطق أخرى داخل القطاع، والأمريكيين أنفسهم يعني جاك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي وكبار المسؤولين الأمريكيين يقولون للإسرائيليين لا تجتاحوا رفح لأنه عمليا لا يوجد مكان يمكن أن يذهب له الآن هؤلاء الفلسطينيين المكدسين 1.3 مليون يمكن أن يذهبوا إليها إذا تم بالفعل اجتياح رفح. وما يقترب الآن من يعني لم يعد أحد تقريبا يأخذ على محمل الجد هذه التهديدات المتواصلة من قبل نتنياهو بأنه كل يومين أو ثلاثة يقول سنجتاح رفح، تم اتخاذ قرار اجتياح رفح. ولكن في النهاية أنا أعتقد أن العامل الرئيسي أو من ضمن العوامل الرئيسية التي سدتفع نحو إنهاء هذه الحرب هي الانقسامات الداخلية الإسرائيلية. أنا كنت أقرأ قبل قليل تصريح لنائب رئيس الأركان الإسرائيلي السابق يائير جولان ويقول أن ما يحدث هو هراء، أن نتنياهو الآن يتحدث وكأن هدف الحرب برمتها هو تدمير رفح، وكأن أصلا المناطق التي تم تدميرها في الوسط وفي الشمال تم إخلاؤها من مقاتلي حماس، وعمليا في كل مرة يتم الحديث عن السيطرة الكاملة على منطقة ما نرى فيها عمليات تستهدف الإسرائيليين ويتم قتل عدد كبير من الجنود الإسرائيليين. يائير لبيد نفسه نعم أنا آسف يعني، لكن حتى يائير لبيد زعيم المعارضة قال منذ قليل بأن إسرائيل تحولت إلى رهينة بيد متطرفين عديمي المسؤولية على حد قوله. هذه هي المشكلة الحقيقية، يعني أنه الآن الجميع يتحدث وأنا لا أستسيغ ذلك كثيرا أن نتنياهو هو رهينة للدواعش في حكومته والمتطرفين ومجرمي الحرب المدانين في إسرائيل نفسها بالإرهاب بن غفير وسموتريتش الذين يحذرون نتنياهو من رفع الراية البيضاء، رغم أنني أرى بصراحة أن نتنياهو نفسه ينتمي إلى نفس هذا التيار. نتنياهو على مدى تاريخه السياسي 30 عام هو حارب قضية الدولة الفلسطينية، وهو الذي سعى إلى تكريس الانقسام بين رام الله وبين قطاع غزة،
ويعني من أجل قتل ووأد الدولة الفلسطينية. ولهذا السبب أنا أعتقد أنه ربما لو صدقت على الأقل التقارير الصادرة من إسرائيل أن مجلس الحرب أو ما يسمى حكومة الحرب المصغرة قد تشهد انشقاق من قبل بني جانس ومن قبل إيزنكوت الأعضاء في هذه الحكومة نتيجة لتعنت نتنياهو، أو في حال بالفعل يعني لم يستجيب للمظاهرات الضخمة التي نشهدها في الشوارع ومظاهرات أهالي الأسرى. شهدنا في الأيام الماضية قيام حركة حماس يعني نشر 3 فيديوهات أو على الأقل 2 من الفيديوهات لواحد من الأسرى ثم 2 أسرى آخرين، ومنهم يعني يجب أن نشير إلى ذلك 2 ممن يحملون الجنسية الأمريكية. وأنا استغربت جدا عندما يعني مؤخرا قرأت بيان من قبل 17 دولة ينتمي مواطنيها إلى الجنسيتين الإسرائيلية وجنسية أخرى مزدوجة، إما أمريكية إما فرنسية إما كندية إما إسبانية. ولو كان هؤلاء يعني حريصين بمثل هذه الدرجة فليضغطوا على الجانب الذي يمنع وقف هذه الحرب الإبادة وهذا الجرائم الحرب، ليضغطوا على نتنياهو من أجل أن يوقف هذه الحرب ويوقفها بشكل نهائي وليس بشكل مؤقت. لأن يعني حركة حماس لن تقف، والسنوار وكل من الأسماء التي يتحدثوا عنها لن يصمدوا في مكانهم في رفح ينتظرون أن يأتي إليهم الإسرائيليين، وبالتالي هذه الحرب فقدت معناها بالنسبة للعالم بأكمله وأصبحت تسبب الكثير من المشاكل، وخاصة للرئيس الأمريكي جو بايدن في الوقت الذي يتحد فيه الحزب الجمهوري خلف ترامب، وهناك 92% من الجمهوريين يقفون خلف ترامب بسبب مواقفه. فنجد أن الديمقراطيين منقسمين، وأن 81% من الشباب الأمريكي أقل من 35 عام تعارض سياسة بايدن تجاه إسرائيل وتتهمه بالشراكة. وبالتالي هؤلاء الشباب لو لم يذهبوا في نوفمبر المقبل للتصويت لصالح بايدن فعمليا ترامب سيفوز في هذه الانتخابات، وهذا هو ما سيدفع المظاهرات الداخلية والضغوط الداخلية داخل إسرائيل، وموقف الولايات المتحدة والضغوط على الرئيس بايدن هما العاملان الرئيسيان اللذان قد يدفعان عمليا إلى وقف هذه الحرب المجنونة بالفعل.